and welcome to my channel. كيفكم صبايا؟ اليوم الفيديو مشترك بيني وبين توتا. تمام، في كتير gadgets شفناها بتعمل أشياء حلوة بالشعر، braids وcrystals على الشعر، وأنا شفت أشياء تعمل تموج على الشعر. فاليوم رح نعمل فيديو، هيدا الفيديو رح يكون كلياته مخصص لمنتجات الشعر. في منتجين توتا منتظرة على أحرى من الجمر إن أنا أصورهم لتاخدهم، وفي منتج لإلي. سنبلش أول شيء مع المنتجات تبع توتا لحتى أنا وإنتو نستفرد مع بعض، يعني استفرد مع نفسنا، عرفتوا؟ نقعد مع نفسنا. يلا خلينا نبلش. قبل ما نبلش بنات، ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس الاشعارات وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. هيدا الميك اب عملته على سناب شات على فكره، اللي بيتابعوني بيعرفوا. هيدا الميك اب هو مستوحى من ميك اب الفنانه احلام بسعودي ايدن، حلقات التجارب اللي هي الحلقات الاولى. بدي احكي ميك اب، خلينا بالشعر. صرا خبركم اول شيء عن اول برودكت. هذا البرودكت اللي منتظره توتا اني انا افتحه من زمان، انا جبته لحتى اجربه على شعره. هيدا عباره عن ماشين بيعمل بريد، يعني بيعمل ضفائر وبيعمل قصص حلوه. والحلو هون انه في عندي مانيول في كل التعليمات، فانا هلا رح اشوف واقرا واخبركم. الخطوه الاولى بنات، حطيت بطاريات دبل اي بالماشين، تمام. بعدين رح افتح الغطاء لهون، رح اخذ الخيط رح احطه في المكان المخصص له، وبعدين رح اخذ الخيط كمان مره وبحطه هون بعلقه جوا. بعدين رح اخذ الخيط وانزله من هون من النص، نفس الشيء هعمله في الخيط اللي بعده. هلا بنات حطيت الغطا مرة تانية، وعندي هون هوك بيجي اوريدي مع الماشين، لازم اخذ خصلة وبعدين اعمل له هوك هيك، احطها في الهوك. بقى هيدي الخصلة وين رح تفوت الله اعلم. بعدين بنات رح اخذ هيدا الهوك رح احطه بالماشين هيك، بعدين مفروض انه يكون هيك، وادوس بقى ويعمل يا رب. نربط اول شي هون، let me tie it here so we can cut the extra. سو هون صار عندي هذا الشيء. والله بنات انا حبيت الصراحه. هلا بنات رح جرب له وحده ثانيه هون، وهلا عرفت الموضوع فرح يكون سهل علي. رح احاول الخصله تكون نفسها هي ذاتها، يعني ما اخذ سميكه من الجذور هيك. ايوه هيك منيح، رح اخذها بالهوك. ويت ان شاء الله خير، انتوا بس ادعوا لي. بعدين راح فوتها من هون لهون، اوكي. واهم شيء تكون مشدوده وتكون قريبه من الجذور. هاي بنات اكيد كلكم شفتوها على تيك توك والانستغرام، بيستخدموها لحتى يعملوا اكسسوارز وبلينج بلينج بالشعر، فانا اشتريتها لاجربها. وبيجي معه مثل ما انتم شايفين كتير اشكال والوان وقصص وحكايات وروايات، فهلا رح اكتشف طريقه استخدامه. بس اعتقد هيدا طريقه استخدامه اسهل بكتير. عندنا هيدي القطعه رح نرفعها هيك لفوق، ناخذ اي ديزاين تو تشوز وان، اختاري واحد. This one. Does it do back and front? Only one. لا one only. Oh. رح ناخد اختارة القلوب، رح ناخده نحطه هيك، قولوا يا رب في المكان المخصص، ونرجع نسكره. يلا توتا خدي اغراضك على الغرفة. Where's the other?
I think for the gems. شو هو؟ I think that you just keep on my hair. Like the iron thing. ما بعرف. أنا أعطيتك يا. No, I get you. I see from there. You saw from there? I saw from there. توتة حبيبتي؟ ماما؟ Yes. ممكن أخذها؟ أوكي. أوكي. والله إنها كريمة. والله إنها كريمة. We can use it together. Yeah. But you can keep it with you. Really? Yeah. Thank you, Mama, so much. When I want to use it, I'll just take it out of your room, I'll clip my hair and put it back. Okay. Thank you. So, بعد ما خلصنا من البلينج بلينج هذا المشي بجنن رح اترك لكم الرابط تبع كل المنتجات تحت في خانة الوصف، بس حبيت اجرب واحد من المنتجات اللي انا كان عندي اياه بالزمانات وبعشقه وبيعطي لوك للشعر كتير حلو، كتير طبيعي وبجنن، رح اجرب لكم خصلة منه، بس هلا رح فرجيكم شكله. هذا هو بنات المشين مثل ما انتم شايفين. لتحت بيكون 180 ولفوق بيكون 210. طريقة استخدامه very simple، هلا رح فرجيكم. تحذير بنات، هيدا المشين منه لعبة لأن عندكم سطح ساخن كتير كبير، فبدكم تكونوا كتير حريصين وتكونوا على الأقل متمكنين. والحلو بهيدا المشين إنه في عنا هيدي القطعة بتحطوها على الطاولة هيك ما بيحرق الطاولة عندكم، فحبيت هذا الشيء. طبعا الحلو فيه لأنه في 5 لاينز فبيعمل لكم الكسرات بشكل جدا سريع، في منه بس بتكون الكسرات وفي بيكون 3، هذا حبيته لانه كتير كبير. شوفوا يا حلوين، لحتى تنجح معكم الكيرلز بدكم تاخذوا خصل عريضه، شايفين قديش الخصله بس منا سميكه، تمام؟ رح اخذ المشين ببلش افتحه بحطه هيك بسكره، اذا كتير سميكه ما رح يتسكر معنا المشين. نعد 1 2 3 4 5، نفتح وننزل 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. توتا عم تعدلي من ورا الكاميرا على فكرة. وشوفوا بنات ما احلى الخصله اللي انا عملتها، كثير بنات حبيته، بيعطي لوك كثير طبيعي كانه الشعر تبعك هو لحاله منه في ويفي. وكثير حبيت كمان شغله لازم تنتبهوا لها، انه عندنا هون الكيرلز واحده كبيره واحده صغيره واحده كبيره واحده صغيره، فبيعطينا ويفز كثير حلوين وكثير طبيعيين. واهم شيء ما تاخذوا خصل سميكه، خذوها عريضه بس ما تاخذوها سميكه لحتى يقدر المشين يتسكر عليها وتوصل الحراره لكل الشعر من دون ما يكون في اماكن وصلت لها الحراره منيح واماكن لا. وبهيك يا حلوين نستنى الطياره لحتى تعدي. وبهيك يا حلوين يكون خلص الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله عجبكم، اذا عجبكم ما تنسوا اكيد لايك سبسكرايب وشير هيدا الفيديو مع كل رفقاتكم. وذات ست، بشوفكم انا قريبا جدا فيديو جديد. باي باي.